الرحمن الرحيم استمرارا لوفاء وزارة الأوقاف مع من أبوها ثقتهم في شراء سقوط أضاحي الأوقاف، وصلت اليوم الأحد الموافق 1/28/21 الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي وقدرها 3 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف القليوبية 13 طن. اليوم الأحد 1/28/21 مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي بكمية 4 أطنان خاصة بمديرية أوقاف المنيا. هذه ثاني قوافل الخير من لحوم الأضاحي تصل إلى مديرية أوقاف البحيرة في تاريخ الأحد الموافق 1 أغسطس 2021. تسلمت مديرية أوقاف سيوط اليوم الأحد الموافق 1/8/2021 الدفعة الثانية من لحوم سقوط الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 8 طن